الدين. محمد من مصر يقول: وضعت مبلغا في حساب لمصرف إسلامي، وذكر في سؤاله أنه أن المصرف يقوم بتشغيل هذا المبلغ وتأتي فوائد منه، فما حكم هذه الفوائد؟ الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الأخ السائل يقول بأنه وضع مبلغ في مصرف إسلامي، فما حكم هذه الفوائد؟ أولا على الأخ السائل أن يسأل مشايخ بلده، العلماء في بلده هم أعلم بأوضاع البنوك التي عندهم وأحوال هذه البنوك. وأقول وبالله التوفيق، إذا كان يأخذون منك مالا ويشتغلون بهذا المال فهذه شركة مرابحة، منك المال ومنهم العمل، والربح بينكم على حسب النسبة التي تتفقون عليها، والخسارة على الجميع، فهذا جائز ومشروع. أما إذا كان حساب جاري ويعطونك فوائد بلا عمل فهذا لا شك ربا محرم لا يجوز، والله حرم الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الربا: لعن الله آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم في الإثم سواء. والله أعلم. نعم.